موظفة على ملاك مديرية التربية في المثنى، متخصصة في اللغة العربية في مجال اللغة، قادمة من المثنى قضاء الرميثة، حاصل على البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية. الأخت الست كوثر فليح عبد كشيش الموسوي العلوية تتفضل لتقديم ملخص لبحثها لغة الإمام السجاد في الإشارات الأخلاقية التربوية، وهو ذات التوجه اللي تفضل به جناب السيد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر القائمين على هذا المؤتمر العلمي الكريم واللجان التي أشرفت على هذه البحوث على قبولهم هذا البحث وأنا في بداية مشواري البحثي. أقدم اليوم بحث هو لغة الإمام السجاد عليه السلام في الإشارات الأخلاقية التربوية، دعاء مكارم الأخلاق نموذجاً في مقاربة لغوية تداولية. تقدم هذه القراءة اللغوية ذات الطابع التداولي قراءة لغوية في من خلال عناصر المنظومة التخاطبية، وهي المتكلم والنص والمتلقي. ففي المرحلة التي أحكم فيها الأمويون قبضتهم على السلطة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تميع الحياة بكل مجالاتها، إذ عمدوا إلى طمس قيم الزهد والقناعة والصبر والعفة والشكر وغيرها من القيم التي دعا إليها الإسلام، فكان الإمام السجاد عليه السلام المدافع ليعيد الاعتبار لهذه القيم، فحمل تعاليم الدين وقيمه من خلال الصحيفة إلى كل الناس لتذكيرهم بتلك القيم، فكان معلماً وموجهاً بدروس ورسائل حوتها أدعية الصحيفة السجادية في غياب إمكانية التواصل مع المباشر مع الناس، قاصداً حماية الإسلام نفسه من خطر الذي يهدده والمجتمع من ظاهرة التفسخ والانحلال التي أفشاها النظام الأموي في المجتمع الإسلامي باسم الإسلام. وبما أن المواجهة المباشرة مع النظام الأموي كانت في غاية الخطورة، أخذ الإمام السجاد عليه السلام يذكر أو يبث رأيه وفكره وعلوم آل البيت عليهم السلام من خلال أدعية هذه الصحيفة. فإن الصحيفة السجادية وفي بعدها الأخلاقي بالتحديد لم تكن شكلاً من أشكال التعبير عن تقوى الله والإخلاص له والانقياد لعظمته فقط، وإنما كانت منظومة قيمية إسلامية وضعت لمواجهة منظومة قيمية جاهلية وضعها النظام الأموي لمحو الإسلام من أساسه. فكانت الصحيفة بمعناها هذا امتداد لما جرى في عاشوراء من حيث الحفاظ على رسالة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن سيكون من المجحف حصر البعد الأخلاقي للصحيفة في المواجهة الحضارية، بل إن دورها امتد من ذلك الزمان إلى كل الأزمنة، لأنها مثلت منظومة تربوية متكاملة، وبذلك ضمنت الصحيفة استمرار هذه المفاهيم في الناس بعد أن أوضحتها وفصلتها وذكرت بها لمن كان يحتاج إلى الذكرى، وعرفت بها لمن كان يجهلها بفعل التعتيم الأموي البغيض. ونقلت مع هذا كله علوم آل البيت عليهم السلام المرتبطة بالقرآن الكريم إلى كل الناس. ففي هذه القراءة اللغوية التداولية نبحث الإشارات الأخلاقية التربوية أو الإشاريات كما هي في الدرس التداولي، فإن الإشاريات تقترن بفعل الإشارة إلى موضوع ما، ففي كل اللغات نجد هنالك كلمات وتعبيرات معتمدة اعتماداً تاماً على السياق الذي يتضمنها، ولا يمكن إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه. وهذا ما أشار إليه قاموس الموسوعي للتداولية، إلى أن الإشاريات هي ما يمكننا إسناد دلالة لها على أساس الإرشادات اللغوية المتصلة بها إن نحن عرفنا مقام القول. فإذا هذه يمكن القول إن الإشارات أو الإشاريات ما هي إلا مجموعة من العلامات التي يضمها التلفظ والسياق، أو الإشارات العامة ما هي إلا مجموعة علامات يضمها التلفظ والسياق، ولا تكون مستقلة بذاتها ومعناها، وإنما تكون مرتبطة بالسياق الخاص بها. وعليه فإن الوظيفة الأساسية هي الاهتمام المباشر بالعلاقة التي تربط التركيب اللغوي بالسياق الذي استعملت فيه.
فالإشارة تعبر عن غرض يريده المتكلم. وبذلك قسمت البحث إلى عنصرين، إن الإشاريات تقسم إلى إشاريات شخصية وزمانية ومكانية وإشارات نصية، لذلك أخذت العنوان كعنصر إشاري نصي، لأن للعنوان هو العتبة الأولى التي يواجهها القارئ عند قراءته للنص، فأول ما تصادف عين القارئ والمفتاح الذي يسمح له للولوج إلى النص بصورة كلية، لذلك كان هنالك ترابط بين عنوان الدعاء، دعاء مكان كارم الأخلاق، والفقرات فيها في الدعاء كان هنالك ترابط، فكانت هذه الفقرات متصلة بالعنوان، وقسمها يمكن أن تقسم أو على عدة محاور، منها إصلاح الخصال السيئة وطلب العفو في الخاتمة وطلب التنبيه للذكر وتبديل الحسد بالمودة ومراعاة الآداب العامة ورفع سوء الظن عن الآخرين. وهذه الفقرات تتصل وترتبط بالعنوان في، وهي جاءت تفصيلا للعنوان. وبعد العنوان انتقلت إلى الإشاريات الشخصية، وهذه الإشاريات يعني تقسم إلى إشاريات منها ضمير المتكلم وتمثلها الضمائر، ضمير المتكلم، فالمرجع الذي يعود عليه ضمير المتكلم هو منشئ النص، فهذا العنصر الإشاري الشخصي الدال عليه يظهر تكرار هذا الضمير في مواضع عدة من النص، مثل قوله سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانته بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، إلى آخرها من الفقرات التي ورد فيها الضمير المتكلم. فهذا هنا الضمير والذي ورد يعد مرجعا غير لغوي، هنا مرجع غير لغوي وهو غير مصرح به في عالم الخطاب، لأن ممارسة التلفظ هي التي تدل على المرسل في بنية الخطاب العميقة، ومما يجعل الأنا ترد في كل الخطاب، ولهذا فالمرسل لا يضمنها خطابه في كل لحظة، لأنه يعول على وجودها بالقوة في كفاءة المرسل إليه، وهذا يساعد على استحضارها لتأويل الخطاب تأويلا مناسبا، فأغنى استعمال الضمير عن تكرار الاسم، فتكون ممارسة التلفظ بهذا الدعاء دالة على المرسل في كل زمان، لأن استحضارها ساعد على تأويل الخطاب تأويلا مناسبا يتلائم مع ما أراده الإمام السجاد عليه السلام في أن يكون المتكلم أو القارئ للنص هو صاحب الخطاب فيه. لذلك عمد الإمام لاستعمال ضمير ياء المتكلم مراعيا بذلك السياق الذي يريد فيه الكلام. أما الضمير الآخر فهو ضمير المخاطب، وهي وكثيرة هي الفقرات التي يرد فيها ضمير المخاطب، وقد اخترت أكثرها ورودا في الدعاء، مثل ضمير المخاطب الكاف، فقد ورد ضمير الكاف في الدعاء في فقرات متعددة، منها قوله اللهم صل على محمد وآله، واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا بالعمى عن سبيلك، إلى غيرها من الفقرات. فهنا يبرز الضمير في سياق هذه الفقرات من الدعاء، اقتضت أن يكون الكلام مناسبا للسياق، وأن يكون الكلام يستعمل هنا ضميرا معينا، فبرز ضمير المخاطب الكافي إلى الذي أحال إلى عنصر إشاري يعود على لفظ جلالة الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الدعاء موجه لله، لذلك كان هنا استعمال الضمير ضمير الخطاب الكاف، ثم بعد ذلك خطاب ضمير الخطاب أنت، وله فقرات وورد في عدة فقرات، وكانت هناك غاية أيضا من استعمال هذا الضمير في الدعاء. لذلك النظر لضيق الوقت أنتقل إلى الخاتمة، وما يمكن أن نصل إليه في ختام هذه الفقرات في الدعاء، إنه العنصر الأساسي الإشاري الذي يواجهنا أول عند قراءة الدعاء هو العنوان، فأراد الإمام سلام الله عليه أن يوصل رسالة من خلاله بأن ما يسعى إليه الإسلام وما أرادته الرسالة المحمدية هو مكارم الأخلاق. ثانياً أن الضمائر هي الإشارات الشخصية، تصنف بصفة بأنها تتصف بصفة الإبهام، إلا أنها تكتسب معناها من السياق الذي ترد فيه، فيجلو عنها هذه الصفة وعن طريق عملية التواصل التي تحدثها بين المتكلم والمتلقي. ثم إن أيضاً ضمير المتكلم، ضمير الياء، هو أكثر الضمائر حضوراً في النص، وكأن الإمام أراد أن يجعله عائداً على كل متكلم بهذا الدعاء. وذلك كذلك عندنا تنوع في الضمائر
ضمائر في الدعاء بين ضمير متكلم ومخاطب على اختلاف استعمال الضمير حقق قوة تأثيرية في نفس المتلقي أكثر من مجيء الضمير على نسق واحد، وهذا التنوع خضع إلى مقصدية من الإمام ورغبة منه في تحقيق الفائدة المرجوة من الدعاء. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين. الله يجزيك خير، اللهم صل على محمد وآله. جزاك الله خير علوية، شكرا جزيلا.